السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني من إعدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية مع الأستاذ سيف محمد أحمد معلم اللغة العربية بمدارس رواد المستقبل للغة. درسنا اليوم بعنوان الميزان الصرفي، وهو من دروس النحو العربي للفصل الدراسي الثاني. ما معنى كلمة الميزان الصرفي؟ هو لفظ مخصوص نزل به الأحرف الكلمة، أحرف الكلمة سواء المجردة والمزيدة. نحن عرفنا في الدرس السابق الأفعال إما مجردة أو مزيدة. المجرد ثلاثي أو رباعي، يعني كلمة مجرد يعني جميع أحرفه أصلي لا مستغني عنه، وقلنا أن هناك مجرد ثلاثي مكون من ثلاثة أحرف زي كتب، ومجرد رباعي مكون من أربعة أحرف أصلية زي مثلا دحرج. والمزيدة الثلاثي يكون مزيد بحرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف، أما الرباعي فهو مزيد بحرف أو حرفين. طيب هنشوف كيف يمكن ميزان أو وزن الكلمة من خلال الأمثلة. يقول المثال الأول: وعد الله المؤمنين وعد الحسن. وعد الله المؤمنين. طب الفعل وعد، وعد مكون من ثلاثة أحرف فهو مجرد ثلاثي. عندما نزنه نكون الميزان الصرفي كما اتفق علماء النحو على ثلاثة أحرف: الفاء والعين واللام. فاء وعين ولام. الحرف الأول هو فاء الكلمة يقابله في الوزن، والحرف الثاني هو عين الكلمة، والحرف الثالث في الفعل أو في الكلمة هو اللام. طيب والحركات يعني مثلا فتحة أو ضمة أو كسرة يعني نثبتها في الوزن كما هي، يعني مثلا الفعل واعد على وزن ايه؟ فعالة. طب ليه؟ لأن هنا الواو مفتوحة والعين مفتوحة والدال مفتوحة، فجاءت على وزن فعل. فحرف الواو هو فاء الكلمة، وحرف العين هو عين الكلمة في الوزن يعني، وحرف الدال هو لام الكلمة في الوزن. طيب تعال نشوف المثال الثاني: علم القاضي الحقيقة. فالفعل علم، علم. طيب يبقى على وزن ايه؟ فاعل، فاعل. ليه؟ لماذا فاعل؟ لأن العين هنا مفتوحة واللام مكسورة والميم مفتوحة. طيب في المثال الثالث: كتب المثال على السبورة. الفعل كتب، فعل، فعل. لماذا جاءت على هذا الوزن؟ لأن كتب الكاف هنا مضمومة والتاء مكسورة والباء مكسورة. يبقى إذن ميزان المجرد الثلاثي فعل مع مراعاة الحركات كما تلاحظ في الأمثلة: وعد وزنه فعل، والفعل علم وزنه فعل، والفعل كتب على وزن فعل. طيب أمثلة التالية: أقبل الربيع الطلق يختال ظاهر. أقبل، نخلي بالنا من نقطة مهمة يا شباب، إن الحرف الزيادة في الفعل بينزل في مكانه أو يثبت في مكانه تمام في الوزن. طيب يعني مثلا الفعل أقبل على وزن إيه؟ أفعل. أقبل على وزن أفعل. طيب يبقى إذن هنا ده ثلاثي مزيد بالهمزة، فأثبتنا الهمزة في مكانها في أول الإيه؟ الوزن اللي هو إيه؟ أفعل. طيب حاول الرجل أن يصلح بين جيرانه، هنلاقي إن حاول فعل أيضا مزيد بحرف اللي هو الألف. طيب فين؟ في تاني حرف
فاعل، يبقى حاول على وزن ايه؟ فاعل. يبقى اذا وجدت حروف زائده تثبت في الميزان كما هي بحركتها، كما في المثالين السابقين الفعل اقبل زاد فيه حرف الهمزه، زيدت ايضا في الميزان اللي هو افعل، والفعل حاول زادت فيه حرف الالف اللي هو بعد فاء الكلمه، فزيد في الميزان ايضا فجاءت على وزن فاعل. طيب نشوف امثله. علم الله الانسان ما لم يعلم، الفعل علم على وزن ايه؟ فعل، فجاءت حرف الثاني اللي هو عين الكلمه مشددا فشدد ايضا في الايه؟ في الوزن. سلم محمد على صديقه، سلم على وزن فعل. يبقى اذا كان الحرف مشدد احدهما اصلي والاخر زائد يشدد الحرف، يشدد الحرف الذي يقابله في الميزان، كما في المثالين السابقين تجد علم فيه زيادة بتشديد اللام، شدد ما يقابله في الميزان الصرفي فعل، وكذلك سلم على وزن فعل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ مد فعل هنا مضاعف، مضاعف إيه؟ ثلاثي مجرد. طيب مجرد يعني جميع حروف أصلية. طيب أصله إيه؟ يبقى علشان أوزنه، أعرف أوزنه يا شباب، لازم أفك التضعيف، فهي مادة هنا في اتنين دال، فبالتالي لما أجي أفك التضعيف يبقى إيه؟ مدد، فأصله إيه؟ مدد. طيب على وزن إيه؟ مدد على وزن فعل. طيب عد التاجر نقوده داخل السوق، عد أصله أفك التضعيف عدد، طيب على وزن إيه؟ فعل. يبقى إذا كان الحرف الثاني والثالث من نوع واحد يفك التضعيف، كما ترى في المثالين السابقين فعل مد جاء مضاعفا، ثاني وثالث من جنس واحد حرف الدال، وعند الوزن تم فك التضعيف فقلنا ايه؟ مدد على وزن فعل. وكذلك الفعل عد تم فك تضعيفه عدد على وزن فعل. طيب هناخد بقى المجرد الرباعي اللي هو مكون من اربع حروف اصليه، دحرج اللاعب الكرة في المرمى. دحرج على وزن ايه؟ فعلل. دحرج على وزن ايه؟ فعلل. طيب وسوس الشيطان لادم وحواء، وسوس على وزن فعلل. طمأن الطبيب المريض على حالته، طمأن على وزن فعلل. يبقى اذا ميزان المجرد الثلاثي على وزن ايه؟ فعلل. احنا قلنا المجرد الرباعي، المجرد الثلاثي على وزن فعل. طب المجرد الرباعي على وزن فعلل، كما ترى في الامثله السابقه دحرج رباعي المجرد جاء على وزن فعلل، وكذلك الفعلين وسوس وطمأن جاء كل منهما على وزن فعلل. طيب تعال نشوف لو كان مزيد بقى ايه اللي هيحصل. تدحرجت الكره على الارض، الفعل هنا تدحرج. طب الفعل هنا ده رباعي مزيد بايه؟ بحرف اللي هو التاء. طيب تعال نشوف كده ما زاد، يعني ايه ما زاد في الفعل؟ يثبت في الميزان في مكانه كما هو، نثبته في مكانه، يعني تدحرج انا عارف ان الميزان للفعل الرباعي كايه؟ فعلالة، تمام. طيب هنا التاء زائده فبنزلها في مكانها، تدحرج على وزن ايه؟ تفعلل. طيب برضه زيها تبعثر الحب امام الدجال، تبعثر على وزن ايه؟ تفعلل، تمام احسنت. اذا وجدت حرف زائد او حروف زائده تثبت في الميزان كما هي بحركاتها، كما ترى في المثالين السابقين الفعل تدحرج وهو فعل رباعي مزيد بحرف، وهو التاء جاء وزنه تفعلل في الميزان برضو زيه، وكذلك الفعل تبعثر على وزن ايه؟ تفعلل بزيادة التاء في الميزان.
هنا هيجي لنا شكل مختلف ايضا. طيب بيع بضاعتك ولا تغش الناس. الفعل عندنا بيع، فعل امر. طيب على وزن ايه؟ يعني انتظر. طب هو اصله ايه؟ اصله باع. باع، ادي الباء هي فاء الكلمه، والالف هي عين الكلمه، والعين هي لام الكلمه، يبقى باع على وزن فعل. طب ما المحذوف هنا من الكلمه، من كلمه بيع؟ الالف اللي هو بيقابلها ايه؟ عين الكلمه، عين الكلمه. طيب ما حذف من الفعل يحذف ايضا من الوزن، يبقى باع على وزن ايه؟ فل. باع على وزن فل. طب نشوف المثال الثاني كده. قف بسيارتك في المكان المخصص. عندنا قف ده فعل امر، اصله ايه؟ اصله وقف. طيب ايه المحذوف هنا؟ حرف الواو. ايه اللي بيقابله في الوزن؟ الفاء، فاء الكلمه، فعل، وقف على وزن فعل. يبقى قف على وزن ايه؟ عل. قف على وزن ايه؟ عل. طيب قي نفسك عذاب النار. قي ده فعل امر، من الفعل ايه؟ اصله ايه؟ وقى. فعل ايه؟ وقى. ده احنا عارفين ان هو ده ايه؟ معتل لفيف مفروع. طيب وقى هنا في الواو محذوفه اللي هي فاء الكلمه، واللام والالف اللينه محذوفه وهي لام الكلمه، يبقى اذا هنا الفاء واللام، يبقى اذا قي على وزن عين. قي على وزن ايه؟ عين. طب اسعى في الخير يحبك الناس. اسعى، افعى، اسعى، افعى. طب ليه؟ لماذا جاءت على هذا الوزن؟ طب نشوف الفعل الماضي منها، سعى على وزن فعل. طب ايه المحذوف هنا؟ الالف. فبالتالي هنا ما حذف من الفعل يحذف ايضا من الوزن. طيب ايه هو؟ يبقى لام الكلمه هي اللي حذفت، فبالتالي اسعى على وزن ايه؟ افعل. يبقى ما يحذف من الاحرف الاصليه للفعل يحذف ما يقابله في الميزان. كما ترى في الامثله الفعل بيع اصله باع، حذف منه الالف عين الكلمه، حذف ما يقابلها في الميزان فجاء وزنها فل، والفعل قف اصله وقف، حذف منه الواو فاء الكلمه، حذف ما يقابلها في الميزان فجاء وزنها عل. الفعل قي اصله وقى، حذفت منه الواو الالف فاء ولام الكلمه، حذف ما يقابلها في الميزان فجاء الوزن عين. وكذلك الفعل اسعى. ملحوظه هنا مهمه، فعل هي احرف الميزان الصافي، الفاء وتقابل الحرف الاول الاصل من الكلمه ويسمى فاء الكلمه، العين وتقابل الحرف الثاني الاصلي من الكلمه يسمى عين الكلمه، اللام وتقابل الحرف الثالث الاصلي من الكلمه يسمى لام الكلمه، وفي الفعل الرباعي اللام الثانيه وتقابل الحرف الرابع الاصلي من الكلمه يسمى اللام الثانيه للكلمه اللي هو على وزن ايه؟ فعلا. تدريبات حول الدرس، هات افعال للموازين الاتي: فاعل، قاتل، تفاعل، تقابل، تفعل، تكسر، انفعل، انكسر، افتعل، انتصر، فعلل، دحرج، تفعلل، تدحرج، استفعل، استخرج، عل، قف، افعى، اسعى. زين الكلمات الآتية وبين المجرد والمزيد ثم ضعها في جمل من عندك. أكرم فعل مزيد بالهمزة على وزن أفعل، وعد فعل مجرد ثلاثي، وعد، فعل، دحرج فعل مجرد رباعي على وزن فعلل، استدعى فعل مزيد ثلاثي، ثلاثي بثلاثة أحرف الألف والسين والتاء، استدعى، استفعل، رد مجرد ثلاثي، وعند
وزنه نفك التضعيف أكون ردد على وزن فعل. ارتضى مزيد ثلاثي بالألف والتاء، فعلى وزن إيه؟ افتعل. مع أطيب تمنياتي بالنجاح، وإلى لقاء مع درس جديد من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.